انتم مشهورين؟ ايه قد ايه مشهورين؟ كثير. كيف بتعرفوا انكم مشهورين؟ عندنا فيز كثير. عندنا قناة وبنشوف قد ايه بنجيب مصاري بتجيبوا مصاري انتم؟ ايه عن جد؟ بنجيب كثير فيو. معقول مصاري يعني هلا انتم مخبيين مصاري؟ لا لا وين المصاري؟ مرحبا يا جمهورنا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا منيح يا رب. انا هلا وصلت على بيت الاولاد لحتى فيقهم لانه عندهم مقابله على التلفزيون. وهيني فايت. يعني مثل ما شايفين هون عم نغير الديكور، فالبيت كله منعوف. هون ما في شيء، هون مطرح ما بنصور مثل ما بتعرفوا، بس عم نغير الديكور. هلا ما في شيء، خليني فوت على غرفتهم. اوه نايمين. هيدي مين؟ هيدي حلا ومليك. بونجور حلا، مليكة بونجور، صباحو. بين بعدكم نايمين. فيقوا عنا مقابلة. الفيو حلو كتير من الشباك الغرفة. شو جاهزين للمقابلة؟ كتير بكون تبيضوا الوجه، بتحكوا قصص حلوة. يلا خليني فايق محمد كمان هلأ، وزهراء. خليكم معنا يا جمهورنا خطوة بخطوة لتشوفوا شو رح بيصير. صباحو محمد. حمودي يلا قوم يا خالو، قوم يلا تجهزوا حالكم عشان المقابلة. يلا يلا بسرعة. كمان هون محمد عم حضر له السرير اللي له، شلنا القديم وهلا بدنا نجيب الجديد. فهو نايم وين؟ على الارض حاليا. ما هيك؟ عم نغير الديكور كله بالبيت عشان تصوير جديد. جاهز للمقابله يا حمودي؟ اكيد. يلا قوم غسيل وحضر حالك مثل اخواتك. هيدي حلا ومليكة عم يرتبوا السرير هون. يلا يلا برافو، مرتبين كيف رتبوه. واو يلا فوتوا غسلوا وحضروا حالكم. ويا جماعة هلا خالتو نور بونجور عم ترتب حلا ومليكة. وطبعا لانه دايما انتو بتقولوا لنا انه بليز ما تحطوا مكياج، فلذلك خلص صرنا بالفيديوهات الباقية عم نخفف جدا جدا مكياج، يعني ما عم نحط شيء تقريبا، وعم نخليهم على طبيعتهم الحلوة مثل ما انتو بتطلبوا. ف هلا هينا حلا، هيدي هي خالتو نور بعدها فايقة ونعسانة، جبناها نعسانة بس لحتى تساعدنا بتزيين البنات، ما قلنا غير خالتو نور بتزيين البنات. وهي حلا نعسانة كأنها بعدها، والمساعدة مليكة. وهي الدبانة يلي موتتني هي وعم تطير حد مليكة. شايفين يا جمهورنا رايحة وجاي. وهيدا أمير عم يعمل لوك شعره للمقابلة. فرجيني يا أمير. واو كتير حلوين. حبيتي يا حلا؟ وهاي مليكة. ها وينها 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 كمان. هذا اللوك لإلها كتير حلو يا خالتو نور عن جد. واو حبيت. يلا هاي حلا خلصت مليكة. يلا فإذن مشاهدينا هول بنات صاروا جاهزين، راح تلبس فستانة مليكة يلي هو مثل فستان حلا، وننطلق فورا على بيروت. خليكم معنا يا جماعة. نحن وصلنا على التصوير،
هيدي حلا ومليكة بانتظار دورهم، وأمير ومحمد هلا بتولد، هلا بيجي وهي زهراء معهم. هون التصوير عم بيصير قدام، هذا محمد وأشرف اجوا كان بتولد. عود جاهز يا محمد؟ جاهز يا مليكة؟ جاهز يا حلا؟ جاهز يا أمير؟ بتوتر أكثر منهم؟ لا هني أبضيات، هني قوايا، هني قوايا ما بيتوتروا أبدا. هون عم بيصير التصوير يا جماعة. بعدهم ناطرين دورهم. زهقتي يا مليكة؟ كتير. انت زهقتي يا حلا؟ زهقت يا محمد؟ أمير صار قايل لي انت زهقت؟ خمس مرات برجع بينسى التوتر. سويتهم انا؟ ايه والله برافو برافو يا شام برافو. شو يا أمير؟ شو؟ متوتر؟ حافظ دورك؟ ايه عارف. بعدين خبروا ما تستحوا ايه بالحديث يعني عنكم وانتوا اعماركم وشو قصة الفرقة؟ ولما تقلكم شو بتتمنوا دايما بتتمنوا مش غرض، بتتمنوا امنية، يعني اذا حدا حابب يقول لما يكبر يصير شيء يقول انا بتمنى، اذا حدا بتمنى السلام، حدا يعني تمنوا انتوا شيء انتوا بتحسوه عن جد، اوكي؟ يلا تعال. فيك. لا بدنا نكون كتير سترونج وقوية، اوكي؟ هلا تصور بهالجو، يلا. يلا صبايا حلوين بيجوا لعندنا؟
هول محمد وامير عم يفوتوا. يا اهلا يا اهلا وسهلا بالعائله الفنيه. طبعا الاسماء، الاسم الكريم امير عاشور. امير عاشور يا اهلا. محمد برا. محمد برا تفضل. كيفك؟ شو اخبارك؟ نشكر الله الحمد لله. شكرا كثير. رابعة لما تقولي لهم هلا عارفوني عن حصتهم؟ لا في اثنين. انت ما رح تقولي شيء، هن عاملين لك غنيه بتعرفي عن عائله. عائله بلا عائله. بس عاشور وبرا. اه ابن خالتهم. لانه سمعت عائله. ايه. هن ثلاثه اخوه توأم. توأم مليكه ومحمد توأم. وحلا اختهم وهو ابن خالتهم. اوكي. سو انت هلا لما تقولي لهم عرفوني عن حالكم، هن رح يعرفوكي بغنيه، رح يغنوا لك نحن عائله فنيه 100% وشكلنا تقنيه. هيدي مليكة. يا اهلا. شو الفستان الحلو. وشعراتك كمان حلوين، مين عامل لك اياهم؟ خالتك؟ طب تفضلي. يلا مين بعد فيك؟ حلا. يلا حلا. هيدي مليكة توأم هي ومحمد. اه سوري. بس ما بيشبهوا بعض ها؟ لا لا ما يعني مش ايدنتي. لا لا بعيد عن بعض. يلا مين بعد؟ بعد في حلقة. فنانة الرابعة. هيك بدك تيجي لهون شخصين شاطرين. اذا بدك عادي حتخيلي بطول هيك بيكونوا بنت صبي. يا لحظة. يا روح سلمي. هيدي حدا. أنت حدا؟ حدا مليكة محمد أمير. أمير. اتفقنا. يلا. سلم عليها يا أخي. هي شافتني عم بحكي، اسم الله عليك. كمان أنت فستاني. اوكي ما تنسوا لما تقلكم هلا انتم ليكم شو راح يصير، راح تجوا وتقعدوا. اوكي بس تقعدوا هي بتقلكم اهلا وسهلا ينعاد عليكم، عرفوني عن حالكم بتبلشوا بالغنيه. اوكي يا اهلا وسهلا بالعائله الفنيه. انتم اسمكم كمان العائله الفنيه ما هيك؟ عرفوني عن حالكم. عائله فنيه 100% عندهم مشاكل كلها تقنية. مليكة بدها كل شيء، طبيعي ما شفت هالشيء، بدها تعمل علينا رئيسة جمهورية. عائلة فنية 100% عندهم مشاكل كلها تقنية. وحالها طبعا كثير فتولة وحكية ومحمد عمو يا كل بتمثل مو بكثير. عائلة فنية 100% عندهم مشاكل كلها تقنية. وأمير شايف حاله بيعمل كل شي على باله، بس هو قلبه طيب طبعا صاد على أخواله. عائلة فنية 100% عندهم مشاكل كلها تقنية. ما أحلاكم أحلى عائلة فنية. شو يا أمير أنت شايف حالك؟ مين خبرك انت عيل من عندك ولا حدا قال لك؟ حدا حط لك يوم براسك؟ طب اوكي بنشوف حالنا بس متواضع ولا ما في تواضع كمان؟ انت مشهور؟ اكيد مشهور كثير. انت مشهور ولا كلكم مشهور؟ كلنا مشهورين. كلكم مشهورين. بتحكوا مع بعض انتوا هيك بتلعبوا مع بعض بتتخانقوا؟ لا. حلا انت رايقه انت عن حالك صح؟ هلا انت حلا اسم على محمد عليك وعلى الامور. ميرسي. انا حسن. كل اعوذ برب الفلق اكيد. انتوا احلى عائله فنيه، عندكم 1,400,000,000 مشاهدة على يوتيوب وعقبال المزيد إن شاء الله. وهلأ هالغنية رح كمان تتخطى المليار ما هيك؟ إن شاء الله. تفضلوا شو بدنا نسمع؟ طلع العيد. يلا
شجرة خضرة بزينة صفرة أو حمرة من زين شجرة خضرة بزينة صفرة أو حمرة وبننطر تحت الشجرة هذا يا الميلاد ولهون بيكون انتهى الفلوغ مع مقابلتنا على تلفزيون لانا السوري مع الإعلامية رابعة الزيات. انبسطتوا بالمقابلة؟ شو بدنا نقول لما نخلص؟